هسه مصطفى ده شوف الصورة واضحة مصطفى؟ ده يتقلب مصطفى، يتقلب السلايد. الريكوردينج بدأ. يعني انك انت هم حاول تسجل خافته، لان النت يمي مو كل زين بصراحه. لا لا، المحاضره مالتنا اليوم هي رينال ديزيز، هي بارت اوف انتجريتد سيستم، a patient with رينال ديزيز. المحاضره مالتنا راح تكون على شكل مريض اسمه مستر الفرد جونز. هذا هو معلم عمره 56 سنة، عنده مشكلة. راح نشوف شنو المشكلة مالته ونتابع على هذا المريض. الباست ميديكال هيستوري هو هايبرتنسيف، كنترول اون املودبين، عنده في شيء اسمه انكلوزنج سبونديلايتس اللي هو اكو خلل بالعمود الفقري مالته، ياخذ له علاج بين ريليف نون ستيرويدال ان فورم اوف ايبوبروفين. تسمعني مصطفى؟ واضح الصوت؟ هذا المريض مستر جون generally fit and well and enjoying walking with the dogs. Weeks, هذا الأسبوع, he notes that his ankle were 3 to 4 over swelling and his trousers were getting tight. He eventually went to see GP when he started getting shorting of a breath and walking upstairs. No other significant symptom. هذا جون تشانزين, هو عنده ضغط, عنده انكلوزنج سبوندلايتس وده ياخذ علاج. لكن بالاسبوع الاخير لاحظ انه رجليه بدات تتورم, فهذه هذا الشيء قلقه, خلاه يروح للجي بي, يعني طبيب المنطقه مالتهم, وسال هذا الجي بي وقال له انا بديت شويه يعني احس ضيق بالنفس. فحصل كان نشوف اون اكزامينيشن ابايركسيال بالس ريت مالته 76 بيت بير مينيت, البلد بريشر 132 اوفر 65, heart sound مالته normal, chest examination dull at the both lung bases, عنده pedal and sacral edema. بعد يا رجليه تورم والورم ما صار حتى الظهر. ال causes of edema اللي احنا شفناها in general, يعني شنو ال causes of edema, ليش يصير, ليش الانسان رجليه تورم؟ اما excessive salt and water in the extracellular space, renal failure, kidney ما تشتغل, inability to remove excess salt, salt and water, disorder in Starling equilibrium. شوف هذه في رسم بسيط, رسم توضيحي. هذا اللون الاحمر هو الارتريولز, النهايه مال الارتري اسمها الارتريولز, والنهايه مال الفين فينيولز, اكو كونكشن بيناتهم, بس هنا اللي يتحكم بالكونكشن هو البريشر اللي هو الهيدروستاتيك اند كولويد بريشر. هنا عاده بالارتريولز الهيدروستاتيك بريشر يكون عالي, لذلك النيوترينت ماتيريال او الفلويد يطلع من هنا لبرا الانترستيشيوم على مود ياخذ التشو احتياجاته, بعدين الويست برودكت مالته يروح للفينيولز يدخل بيه. ليش؟ لان كولويد بريشر مالته عالي والهيدروستاتيك قليل, فيدخل لهنا ويروح يوديهن للرايت سايد اوف ذا هارت. رسم توضيحي اللي يصير بالنهايات مال الارتريولز والفينيولز. هاي نفس الشيء, هذه النهايه مال الارتيولز, هاي الفينيولز, واللي ده يصير نفس اللي حكيته هسه قبل شوي. Causes of generalized edema, excess salt and water in extracellular fluid, renal failure, inability to remove excess salt and water, disorder in Starling law, disorder بنوعين, يا اما increase in capillary pressure بالheart failure, واثنين هو decrease in colloid oncotic pressure بالliver disease and nephrotic syndrome. ثلاثة, increase interstitial protein concentration due to increased protein permeability with inflammation. أربعة, vasodilation and elevation of venous pressure would only cause leg edema. خمسة, interruption of lymphatic drainage localized edema الصرع. Differential diagnosis of edema in general. من يسمي إنه edema؟ يا أما renal failure, يا أما heart failure, يا أما liver disease,
او نفروتيك سندروم. ليش بدنا نخلي هاي ديفرنشال دايزم؟ ليش بحكي يعني على هاي الاشياء؟ نحن بدنا نفكر مستر جونز شنو المشكله مالته؟ ليش رجليه تورم؟ بدنا نخلي هاي ديفرنشال دايجنوز حتى نروح نشتغل على اساسه ونوصل للدايجنوزز مال مستر جونز. شنو احنا من قلنا الديفرنشال دايجنوزز مالتنا مال الليج اوديما او الاوديما ان جنرال هي ذني، راح نروح على واحده واحده من عندهم ونسوي لها انفستيجيشن مستر جونز ونشوف الرينال فيلر مثلا نشيك بلاد يوريا سيرم كرياتين الكترولايت، هارت فيلر مثلا نسوي لك اي سي جي وايكو، ليفر ديزيز نشوف الليفر فانكشن والترا ساوند، نفروتك سندروم تشيك فور بروتين يوريا اند سيرم البومين. راح نشيك ذني الاشياء مستر جونز ونشوف شنو نوصل الى نتيجه شنو. هنا شيكنا الرينال ولقينا الصوديوم مالته نازل 132، اليوريا مالته عاليه، كرياتيني مالته عالي، معناها هذا رينال امبيرمنت، بعد رينال فيلر. فاول شغله عند مستر جونز كدني مالته مضروبه. الشيء الثاني اللي لقيناه عنده هو بالاي سي جي والايكو، لقينا الاي سي جي ساينس ريزم ما في مشكله. الايكو هو تكت فنتركولار وول ريستريكتيف ديفيسيت دايستوليك ديسفانكشن وابجكشن فراكشن مالته 40%. يعني لقينا عند هذا مستر جونز اكو هارت فيلر واكو رينال فيلر، يعني تو سيستم هاد بين انفولف وذن التو سيستم هن اللي يسوون لنا اوديما عند مستر جونز. الليفر فانكشن تيست سوينا ليفر فانكشن تيست لقينا ان كلهم نورمال، البوبين نورمال، الالكالين فوسفيتيز نورمال، الترانسامينيز انزيم نورمال، بيليروبين تقريبا نورمال، نفروتك سندروم تشيك فور بروتين يوريا اند سيرم البومين، اليورين ديفيستيك بروتين طلع 4 بلس، يورين بروتين كرياتين ريشيو طلعت عاليه كلش. هذا يعزز انه رينال ديزيز اند هارت بروبلم. بس احنا من شفنا انه هذا عنده رينال ديزيز وهارت بروبلم قلنا افضل طريقه نروح ندزه للسبيشالست. من يدز للسبيشالست؟ يا سبيشالست ندزه، اول شيء ندزه للنفرولوجي اللي احنا بدنا نفكر انه نفروتك سندروم ورينال امبيرمنت واكو عنده مايل كارديك امبيرمنت، لها علاقه ما لها علاقه، هو يشيك لنا ويشوف. فدزيناه لابو النفرولوجي لابو الكلى قلنا له شوف لنا مستر جونز وقول لنا شنو رايك بيه. هنا فد مختصر على الباثولوجي اوف نفروتك سندروم. الباثولوجي اوف جلوميرولار فلتريشن، اوف جلوميرولار فلتريشن يعني الويست برودكت من توصل للكدني تتفلتر، شيء زين يرجع للبودي والشيء مو زين يطلع لي برا. اكو مشكله بي يا اما الفلتر كان بي بلوك يعني ماكو فلتريشن، يعني رينال امبيرمنت لو جلوميرولار فلتريشن ريت، او فلتر كان بي ليت مثل بروتين يوريا بي ماتش يوريا، واحد من هنا او اثنين هنا. عندنا تو انتيتي اوف هذا السندروم، اكو نفروتك واكو نفريتك سندروم. نفروتك والنفرتك يختلفان واحد عن الثاني، فلازم نعرف شنو الفرق بيناتهم. يعني هسه نجي للاونست، مثلا نفروتك وان سيديوس، بينما النفرتك هو سدم ابروك اونست. الاوديما بالنفروتك 4 بلس هذا 2 بلس. بلاد بريشر نورمال هذا رايز. جي بي بي نورمال هذا رايز. بروتين يوريا 4 بلس 2 بلس. هي ماتشوريا اغلب الاحيان ما موجوده بالنفروتك، بينما ما موجوده بالنفرتك. رينال سيل كوست ما موجوده بالنفروتك، موجوده بالنفرتك. سيرم البومين لو مثلا نورمال او سلايتلي ديكريز. هاي كلش مهمه لازم واحد يعرفها ويعرف يفرق بين نفروتك والنفرتك. هذه في الهيستوباثولوجي مال ماخذين رينال بايبسي وشايفين الهيستوباثولوجي. باثولوجيكال كورليشن كي سايت اوف جلوميرولار انجري ديتيرماين كلينيكلي باي بريزنتيشن انجري مي بي برايمري اور سكندري. هذا الانجري اللي يصير بالكدني ما برايمري اور سكندري، برايمري يعني الكدني بيها مشكله نفسها، السكندري اكو ديزيز هو سوانا الانجري للكدني، او اميون كومبلكس ديبوزيت مثل انتيجين انتي بادي اند سيركيوليتري فاكتور اند ابنورمال بروتين ممكن يجي يقعد بال بيسمنت ممبرين او سب ابيثيريال اريا ممكن يسوي لنا جلوميرولار ديزيز او انجري. بروتين يوريا النفروتك سندروم ليش يصير ويا مكان هو اللي يصير بي انفولفمنت؟ اللايكلي سايت فور انجري هو البودوسايت او سب ابيثيريال دامج كومن برايمري كوز. اكو من النفروتك اكو برايمري كوز وسكندري كوز، برايمري بالكدني، سكندري ديزيز بغير مكان وصار لنا مشكله بالكدني.
البرايمري كوز هي مينيمال تشينج في لون النفرايتس، فوكال سيجمنتال لون النفرايتس او ممبرينس لون النفرايتس. كومون سيكندري كوز هي دايابيتس ميليتاس اند امايلويدوسيس وال اس ال اي. نعم مضيف راح نذكر غير مكان. هاي الشكل المينيمال تشينج بالهيستوباثولوجي. هاي البودوسايتس pathogenesis unknown. circulatory factor damage, podocytes, no immune complex deposits. شفنا جونز مليجان هذه الاشياء عنده. بس هذا البايبس اللي اخذناه من الكدني مال مستر جونز وهذا الاميلو تورسن تيست قال لنا اكو اي جي جي ديبوزيت وهذا يمشي ويا في المرض اسمه الامايلودوسيس. الامايلودوسيس هو فد شيء فد بروتين يتكون بالجسم وهذا البروتين نون اوبزربابل ويتحول هذا البروتين مرور الوقت ويا الايج مال البيشنت الى فايبرس بروتين ويروح يصير بيه بريسبيتيشن باورجانز واحده من هاي الاورجانز الكدني ممكن بالهارت ممكن باللاج ممكن بالبرين ويسبب لنا دامج. سمعوني مصطفى تسمعني؟ يعني واضح المحاضره واضحه؟ يعني ترى دا اسهلها باكثر قدر ممكن. مو انت قلت لي ما شفناها وما اجتنا ما ادري شنو. ان شاء الله راح يعني تكون بسيطه جدا وتفهموها حتى ما تحتاجون تقروها. هذا البروتين اللي قلنا عنه عليه امايلويد بروتين هو انسوليبل فايبرس بروتين اجريجيتد شيرنج سبيسيفيك ستراكشر ارايز فروم اي تي بلس inappropriately folded naturally occurring soluble protein. بالبداية يصير soluble بعدين يصير insoluble fibrous. Post translation modification this folded structure interact with one another or other cell compartment insoluble fibrils organ deposit cell injury and amyloidosis. هذا السيكولي مال الامايلويد شلون يسوي ديستركشن للتشو. هسه راح اراويكم اياها بصوره اوضح هذا الحكي اللي حكيناه. جزء هذا الحكي مو كلش مفهوم بس هنا اللي يهمنا من هذا السلايد انه الامايلويد اكو بيها تو تايب. اكو اي اي امايلويدوسز واكو اي ال امايلويدوسز. الاي ال هي برايمري امايلويدوسز والاي اي سكندري امايلويدوسز. مثل ما احنا نعرف انه البرايمري هو جاي او مشكله موجوده بنفس المكان والسكندري هو في الديزيز سوانا المشكله. بالبرايمري امايلويد مثل ما قلنا اكو بروتين يطلع بالبودي ويروح يسوي بريسبيتيشن. بالسكندري امايلويدوسز اكو فد مشكله بالبودي تخلي لنا البروتين يتحول الى فايبرس بروتين ويصير بي بريسبيتيشن ويسوي لنا امايلويد بروتين. هذه اغلب الاحيان وين تصير؟ تصير بالكرونيك انفكشن. يعني واحد عنده انفكشن باي مكان من جسمه وصار لفتره كلش طويله يسبب لنا هاي المشكله اللي هي السكندري امايلويدوسيس. هذه في الصوره توضيحيه على الحكي اللي حكيناه جزء ما كان كلش مفهوم. تو ميكانيزم اوف اورجان ديسفانكشن ان امايلويدوسيس. امايلويدوسيس سوي لها ديستركشن للتشو. اكو بيها تو ميكانيزم. شوف هذا البروتين يا اما هذا الشكل ان ستيبل فراجمنت اور فاريانت هولدنج انترميديت يجين يقعدن كل هذا واحد من الاشكال يجين يقعدن هنا بالتشو يسوي لها دامج او سيلف اجريجيشن. يعني هي تجي كلها كبيره متجمعه وتجي تتجمع واحده بالثانيه هاي الدستركشن مالتها اكثر عاده. اصور هاي بسيطه يعني مو صعبه وسهلت لنا كل الامور مال الامايلودوسيس. بس نيجي للرينال امايلودوسيس اللي طلعت عند مستر جونز. خلينا نشوف نفتهم فد شيء عنها. شوف هاي شلون تصير. ديبوزيشن ان اني رينال كومبارتمنت. Glomerular basement membrane deposit, podocyte detachment and proteinuria. هاي السيكولي اللي دي يسوي لنا اياها بالرينال سيستم او بالكدني. The causes in general of nephrotic syndrome اللي حكينا عليه قبل شويه وهنا أنا موجود هي minimal change disease membranous nephropathy, focal segmental glomerular sclerosis, IgA nephropathy. The secondary cause هي SLE, diabetes and amyloidosis. احنا اللي صار عندنا بالنفروتك سندروم مال مستر جونز هي amyloidosis. اللي هي واحد من السكندري كوز واللي يسويها عاده مايلوما او مالتيبل مايلوما. شنو التارجت انفستيجيشن؟ هسه احنا مثل ما قلنا حكينا على الباثولوجي وشلون يصير هذا الديزيز هاي.
شنو الاشياء اللي نسويها حتى نوصل للدايجنوز؟ نروح نقيس الانتي بادي، نسوي الترا ساوند للابدومن، نشوف الكدني، نشوف الامينوجلوبولين الموجوده بالبادي، نشوف الاي جي جي كبر بارا بروتين ديتاتشمنت اللي هي سبيسيفيك فور امايلودوسيس. هاي دايجنوز بايبسي مال امايلودوسيس على شكل يطلع بالهستوباثولوجي والامينوفلوسنت تيست. مستر جونز الدايجنوز مالته هو برايمري امايلودوسيس. شنو السيكولي مال مستر جونز؟ شنو اللي صار؟ احنا مثل ما قلنا الامايلويدوسيس تبدي عاده في شيء اسمه هيماتولوجيكال ريسبونس وبعدين اورجان ريسبونس. بالهيماتولوجيكال اكو في شيء اسمه بلازما سيل، بلازما سيل هي تبدي تتخبل وطلع لنا هذا البروتين الموزين يعني اللي هي مونوكلونال بلازما سيل، طلع لنا امينوجلوبولين فري لايت تشين، بعدين تحول الى امايلويد فيبرلز، هاي تروح يصير بيها بريسبيتيشن بالتشو تسوي لنا تشو دامج. هذه الاند سيكولي مال هاي البدايه. هنا اول شيء يصيحوا له هيماتولوجيكال ريسبونس لان له علاقه بالسيل، بعدين اورجان ريسبونس تتحول. احنا الفكره مالتنا شنو؟ ما نخلي هاي تمشي بهذا الاتجاه، ما نخلي السهم يمشي، نحاول قدر الامكان نوقفه بالعلاجات مالتنا. شنو العلاج مال التريتمنت اوف امايلودوسيس؟ ايم تو بريفنت ديبوزيت اوف ميوتيد بروتين ديبند اون تايب اوف امايلودوسيس. السكندري امايلود احنا قلنا اكو بتسبب ممكن يكون الانفكشن، نروح نعالج الانفكشن على مود نحد من الامايلودوسيس. اما البرايمري لا، البرايمري يا اما نستخدم لهم كيمو ثيرابي اللي هي هاي دوز اوف مالتولان وذ اوتولوجوس ستيم سيل ترانسبلانت، يا اما كيمو ثيرابي او اوتولوجوس ستيم سيل ترانسبلانتيشن. بس هنا أنا اكو كرايتيريا للستيم سيل ترانسبلانتيشن. الكرايتيريا شو تقول؟ لازم بايولوجيكال ايج مالته ليس ذان 70 ييرز، الامايلويد ليس اور ايكول تو تو اورجان انفولفمنت، والاجكشن فراكشن مال الهارت مالته مور ذان 45%. من هاي اللي طلعت لنا هاي النتائج او هاي الكرايتيريا راح نحكم على مستر جونز انه ما يرهم الستيم سيل ترانسبلانت، لذلك راح نروح للاذر اذر تشويس اوف تريتمنت اللي هو الكيموثيرابي. فراح نبدي له مستر جونز تريتمنت اللي هي كيموثيرابي، بدينا له كيموثيرابي مستر جونز، راح لبيتهم صار زين، قعد يم اهله، شاف هاي الدوجز مالته يفضفض بيها يوميا كل اسبوع، بقى ببيتهم لمده ست اشهر، ورا 6 مانث اجانا كيموثيرابي has resulted in partial hematological response. Admission feeling generally unwell. بدت عنده تصير diarrhea, weight loss, dizziness, nausea, increased edema. Now unable to get out from bed. تعبان كلش حتى ما يقدر يقوم من السرير مالته. فنشوف الصار عنده هذا. هذا شكل ال patient with amyloid عادة يصير التنج مالتهم كلش كبير بسبب deposition of proteins. جينا فحصناه مستر جونز، شفنا البلد بريشر مالته 150 over 60 وقاعد، بس من يوغا صار 80 over 45 يعني عنده بوستشرال هايبرتنشن. الهارت ساوند مالته نورمال، سيجنفكنت اوديما كانت كلش واضحه، الصوديوم مالته لو، البوتاسيوم مالته عالي، اليوريا عاليه، كرياتينين عالي، جي اف ار مالته قليل، بايكربونيت مالته قليل، الالبومين مالته قليل، الهيموغلوبين مال تقريبا هو 9 تقريبا 9.2. ليه صارت هاي البوستشرال هايبرتنشن؟ ان جنرال شنو الكوز اوف بوستشرال هايبرتنشن؟ هم لازم نعرفه. يقول هي البازو بيجل كوز فوليوم ديبليشن دايوريتيك دايهاريا هيموريج اوتونوميك نيوروباثي. نقصد عندنا بوستشرال هايبرتنشن هاي الفرق بين بسبب الريزلت اللي لقيناها عند مستر جونز وانه البلد يوريا مالته عاليه وكل الكرايتيريا مال الرينال امبيرمنت موجوده عنده حتى الالكترولايت ديستربنس، فقررنا انه هذا مستر جونز يحتاج دياليسيس. احسن طريقه للدياليسيس هسه اللي موجوده عندنا هي الهيمو دياليسيس عن طريق جهاز ياخذ الدم يفلتره وبعدين يرجع الدم without toxic effect. No obvious blood dose. Diuretic stop. نوقف الدايريتك ميتو 50 مل فلويد challenging not affected already has edema. Hemodialysis started. شنو الهيمودياليسيس هذا؟ هو جهاز ياخذ البلاد ينظفه ويرجع عليه blood pumping around a circuit. يعني
أكبر. شركة دائرة يفتر بها الأفلام، ريموف فلويد أند توكسينز. لأن من يطلع من البلية يروح لهذا الجهاز يوخر الفلويد التوكسين الموجودة فيه. الهم توكسين الموجودة هي اليوريا يوخرها. ولأنه أكو رينال امبيرمنت والمريض ممرض معناها أكو اكسس فلويد. هذا الجهاز يطلع الفلويد، يطلع يعني نربح انه نطلع الفلويد ونطلع التوكسين من هذا البلاد ونرجعه كلير بلاد ريتيرن تو ذا بيشنت. تقريبا 300 مل بلاد كل سيركت بيشنت بيكم. ورا ما كملنا ورا ما بدينا الهيموداياليسيس من هذا المريض اللي هو مستر جونز، لاحظنا انه مستر جونز بدا يصير كونفيوز اكثر وبدا يصير هايبوتنشن اون هيموداياليسيس. هاي هم مشكله ثانيه وقعنا بها مستر جونز. شلون نحاول نسيطر على البلد بريشر مع مستر جونز؟ اول شيء انشور انترا فاسكولار فوليوم، ادي كتلي فيل، ستوب دايريتيك، وذهولد اندي هايبرتنسيف دراج، نورمالايز سيرم البومين، اند تشيك هارت فانكشن اند كومبريشن ستوبس. يعني جواريب مال مكسوح برجلين على مود يعني مدخل البلد بريشر له. مستر جونز لانه عنده تقيؤ، عنده دياريا، اكله كلش قليل، هايبو البومينيميا، هاي لذلك هذا يحتاج نيوتريشن. احسن طريقه وهو بدا يصير كونفيوز، احسن طريقه شو نروح؟ نروح للدايتيشن نساله نقول له شو نسوي له؟ فقال يابا احسن طريقه نسوي مستر جونز خليه الان جي تيوب ونوكله بالان جي تيوب ندفع له. يعني ما ترهم له، هو ما يقدر ياكل، المغذيات اللي نعطيها ما بيها كل الايمت مال النيوتريشن، فلازم نعطيه فيدنج عن طريق الان جي تيوب، عن طريق الستوب بواسطه الان جي تيوب. صار زين مستر جونز ورا هاي المشكله اللي وقعنا بيها. راح لاهله، هم رجع هذا الدوغ مالته يفرفر بيه وما ادري شنو هاي. ورا 6 شهور هم رجع عندنا مستر جونز، 6 مانث افتر ذات كولابسنج ات هوم، وقع بالبيت. هم عنده مشكله بالكدني، ولانه كان يراجع النفرولوجي ديبارتمنت فهو راح يرجع للنفرولوجي يشوفون شنو المشكله مالته. راسا جابوا له رينال يونت دخلوه ناو كومبلينينج. بس هاي المشكله الجديده مال مستر جونز تفرق عند النيشه، طلعت ناو كومبلينينج اوف تشيست بين اون اكزيرشن، قام صدره يقوم يوجع ويا ما يمشي. مانث بيفور ادمشن اكساسربيت باي دايليسيس. كان دا يلاحظ انه بالاشهر القليله الماضيه السيشن مال هيمو دايليسيس يعني للوقت مالته مال غسل الكلى، كان يلاحظ انه من يربط على الجهاز الالم دا يزيد مالته. وانيبل تو توليريت اخر هيموداياليسيس، ما قدر يكمل، قال ما اقدر صدري دي وجعني وفروني عن الجهاز. لقوا البلد بريشر مالته سيتنج 100 اوفر 65، بلس ريت 110 ريجولار، جي بي بي مالته اليفيتد، اوديما 2 بلس، بي سي جي سمول فوليوم كومبلكس. يعني الكيو ال 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 مالته صاير حجمه صغير. احرابيكم هذا الحجم كبير مال الكيو ار اس، تشوفون حجمه كلش كبير حتى تقارنوه ويا هذا ويا هذا الحجم الزغيروني، تشوفون حجمه زغيروني. هنا لقينا كيو كيو ويف قصتها بالديوان الى بي 3، هاي معناها هذا صاير مايوكارديوم انفاكشن وما يدري. هاي الكيو ويف معناها انجري المايوكارديوم، وجودها هنا أنا هذا معناها اولد انجري المايوكارديوم. شنو الديفرنشال دايزر مع سينكوبال اتاك؟ احنا بطريقنا هاي الاشياء الجديده اللي نسمعها هم نعرف عنها شويه. سينكوبال اتاك، ديفرنشال دايزر، بوستشرال هايبوتنشن، كارديك ارثمي، انفولفمنت اوف كوندكتيف سيستم، كارديك تامبونات، هي امايلويد ان بيريكارديوم، اتريال ثرومبوس، الامبوليزم تو ذا برين، بيرفورم ان ايكو. بس احنا قلنا يا هذا مستر جونز الكيو ار اس مالته صغيروني، هاي معناها اكو بريكارديال فيوجن، يعني اكو دم متجمع داير مدار الهارت بين البريكارديوم والهارت، هو اللي مدى يخلي السيجنال مالت الاي سي جي توصل بصوره طبيعيه وحجم طبيعي، هي اللي زغرت الحجم بالاي سي جي مالتنا. فافضل طريقه من هاي المشاكل او حتى نحل هاي الديفرنشال دايجنوزز مالتنا راح نسوي له ايكو. مستر جونز سوينا له ايكو مستر جونز. هذا الايكومات، هذا النورمال بيشنت وهذا امايلويد بيشنت، شوف الفرق هاي تك ولماعيه. ايكو سيجنفيكانت تكن فنتركلر سبتم اند وول ريديوس اجكشن فراكشن واقل من 30
ولقوا اثر يلوثرومبوسم عنده بالايكو. لذلك من لقوا اثر يلوثرومبوسم هذول وارفرين مانع تخثر لهذا المرض. اثر يلوثرومبوسم بسبب المشكله اللي صايره بالهذا، هم مدخلين، احنا مدخلين المستر جونز هسه هو بالمستشفى، واحنا سوينا له هذا الايكو بالمستشفى وبدينا له هاي العلاجات. نايم مستر جونز، هو نايم بالليل نص الليل، صاحب الخفر اللي موجودين الممرض والطبيب قال لهم تعالوا لي، شو قلبه ما ادري ايش فيه، قال لهم قلبه قام يركض، فاجوا سووا له تخطيط راسا على السريع وفحصه، ورا التخطيط لقوا هذا عنده فاست اتريال فيبريليشن، يعني صار عنده في شيء جديد قلبه دا يدق الريجولار الريجولاريتي اللي هو اتريال فيبريليشن معناها. فايش قرروا ذاك الوقت على مود يقللون المشكله مال الاتريال فيبريليشن ويقللون الريت مالته مال مستر جونز، قالوا احسن طريقه نسويها نعطي ديجوكسين، فطوه جيفنج لودنج دوز اوف ديجوكسين اللي هو بوزيتيف يونوتروبيك افكت كونسيدر باي يعني الدكتور اللي موجود هو قرر ينطي. اوفر نكست تو دايز ورا يومين من المشكله ومن الطور ديجوكسين وصار زين المريض، شو هذا صار بدا يصير مور كونفيوز، بدا يصير دياريا ويرسنينج. هنا نخلي ببالنا لا، ما طول احنا بادين ديجوكسين وما طول مستر جونز عنده رينال امبيرمنت، يعني معناها ممكن يصير ديجوكسين توكسيسيتي هذا المريض، يعني بدات الخربطه مال ديجوكسين هي اللي تاثر عليه. حتى نعرف شنو الديجوكسين توكسيسيتي راح نعرف شويه على الفارماكولوجيكال اوف ديجوكسين، شنو هذا الديجوكسين؟ اللونج هاف لايف مالته 36 اور انكريز ان كدني ديزيز، توصل الى 4 الى 6 دايز. يعني شنو معناها؟ يعني معناها هذا الديجوكسين من الطين المريض الاكسكريشن مالته بالكدني، واذا الكدني كان بيها خلل ممكن ما يطلع من البودي ب 36 ساعه، راح يبقى تقريبا الماكسيموم مالته 6 ايام بالجسم. والمشكله انت تعطي فريكوينت دوز اللي هو ديلي دوز، فمعناها راح تجمع بعد اكثر، جمع دوز بعد اكثر التوكسيسيتي راح تصير اكثر. بي فد خاصيه هو لارج فوليوم ديستريبيوشن، لارج اموت اوف تيشو باوندنج، يروح يدخل بالتيشو بالارت في الكدني في المصل، فوليوم اوف ديستريبيوشن ريدوسنج رينال فيلر، نورو ثيرابيوتيك اندكس اللي هو الليفل مالته بين 0.5 الى 2 مايكرو جرام بير لتر، والتوكسيسيتي كان اولسو اكرنت ذس. الهايبوكاليميا والهايبوماجنيسيميا واحدة من الأشياء اللي تزيد التوكسيستي مال ديجوكسين. ويا يا مصطفى هنا الديجوكسين بالرغم من هاي المشاكل مالته، اكو بعد مشكله سبيسيفيك للناس اللي عندهم امايلويد. In amyloidosis, digoxin can bind to amyloid protein. Therefore, for more likely to become digoxin toxicity. يعني لأنه هذا مستر جونز عنده amyloidosis والamyloid protein كلش عالي من البديل. الديجوكسين عنده خاصية إنه يروح للamyloid protein يقعد. وإحنا هذا المريض هو amyloidosis أصلاً، يعني كمية البروتين اللي موجودة عنده كلش عالية. فالديجوكسين راح يدخل بيه بسرعة عالية. فالتوكسيسيتي راح نتوقعها أكثر بالناس اللي عندهم amyloidosis. خلينا نشوف مستر جونز صار، كملناه مستر جونز صار زين، طلع للبيت. بس الطلعه مال مستر جونز راح تفرق عن الطلعه السابقه، لانه احنا هنا اذا تتذكرون اخر شيء ايش قال لنا هو مستر جونز؟ قال يا باني صدري كان يوجعني ما اقدر، يعني معناها بدات هذا البروبلم بالنسبه للهيموداليسيس. قال لهم بعد ما اقدر اجي انا للهيموداليسيس ولا اجي لهاي السيشنات لان ده تاذي لي قلبي، فما اجي بعد اغسل. فقالوا له يابا على مود عندك مشكله راح نبدل لك النوع مال الدياليسز من هيمو دياليسز عن طريق الدم دياليسز الى بريتونيال دياليسز الى دياليسز عن طريق البريتون. هذا ممكن يشكلونه في الصونده يطلعوها من بطن للمريض، والمريض هو يخلي دياليزر فلويد 3 مرات في اليوم يخليها، وبعدين من يجي الظهر يوخرها، بعدين المغرب، بعدين بالليل يوخرها، بعدين هم نقدر ان شاء الله 3 مرات يسويها باليوم. راح زين مستر جونز، ورا شهرين وصلتنا اخباره، يابا شو اخبار مستر جونز خابرنا عليه؟ يا معودين شلونه؟ قالوا يابا ترى احنا لقيناه هاي قبل كم يوم ميت بالفراش، founding dead at home causes of death شنو؟ قالوا sudden cardiac death. sudden cardiac death هي بسبب
السيكولي مال رينال امبيرمنت هي اللي سوت لنا المشكله واللي خلت مستر جونز ينتقل الى العالم الاخر. هنا أنا بس يعني بتشي شنو الابسوليوت انديكيشن فور دايلسيس؟ شو وقت نقول هذا المريض يحتاج لهيمودايلسيس؟ اذا كان فلويد اوفرلود، اذا كان هايبركاليميك، سيفير ميتابوليك اسيدوسيس، يوريميك بريكارداتيس، يوريميك انكفلوباثي، انتوكسيكيشن لايك ميثانول، ايثانول، اسبرين، ادليثيون. لان يكون هنا الانديكيشن اوف هيمودايلسيس، ابسوليوت انديكيشن ما اكو هتفاصل إليه. يعني ان شاء الله فهمتوها المحاضره، يعني حاولت ابسطها بطريقه يعني كلش بسيطه وبطريقه تخصصيه حتى نطلع جملة. مصطفى تسمعني؟ يعني ان شاء الله ان شاء الله فهمتوها بسيطه، مو بسيطه اي، يعني اذا اي واحد من عندكم يروح بس 10 دقائق يقراها ويطلع عليها مره ثانيه بعد ما تروح من بعد. بس احنا راح نتوقف هنا، كملنا و خلينا نسوي ستوب ريكوردنج. يمه كان مصطفى ريكوردنج، كان يمي ويمه كان يسوي. اوكي الجيك انفراكشن لقيناها 40، يعني هارت فيلر دكتور، يعني هاي سببها يعني هم اللي يعود للامايلويدوسيس لو واحد هاي. لا دائما الناس اللي عندهم رينال امبيرمنت الهارت مالتهم يتاثر. شوف هاي اليوريا، يعني هو برينال امبيرمنت شو يصير؟ البلد يوريا تصعد. البلد يوريا هي الناتج العرضي مال الميتابوليزم، خاصه مال الميتس، واحد من ياكل لحم نهايات اللحم هي يوريا. اليوريا تصير بالكبد بالليفر، بعدين تروح للكدني، المفروض الكدني تطلع عليه برا. من ما تشتغل الكدني زين ايش راح يصير؟ اليوريا راح ترجع بالسيركوليشن، تروح يصير بيها ديبوزيشن باورجانز، واحد من الاورجان هي الهارت. بالاضافه الى هذا انه هي الرينال امبيرمنت يجي يخربط لنا الالكترولايت مال البودي، خاصه البوتاسيوم، الصوديوم، مغنيسيوم، ذني كلهم هو يخربطهم، لانه اكو مشكله بالكدني صارت، وان هناك الكدني تتعامل وياها. لذلك المصل مال الهارت من يصير بيها ديبوزيت بهاي واكو الكترولايت ديستربنس، حركتها تصير كلش بطيئه، ويبدي المريض يدخل بهارت فيلر. واغلب الناس اللي عندهم رينال امبيرمنت هي هاي السيكولي مالتهم. هاي شغله. دكتور والله محمد، الشغله الثانيه وجود الامايلودوسيس زيد المشكله بعد اكثر، يعني الرينال امبيرمنت بحد ذاتها تاذي الهارت. الامايلودوسيس ايش راح يسوي؟ البروتين مالته نفسها، نفس البروتين هذا الامايلويد بروتين، يروح يقعد اصلا بالمايوكارديوم ويسبب لنا ديستركشن للمايوكارديوم. انت انتبهت على الايكو؟ من قلت لك شوف هذا الايكو شلون ثيك، وكان يعني اول شيء ثخين السبتم والوول مال الهارت، والشيء الثاني لونه لماعي. اللون اللماعي هو بسبب ديبوزيت مال الامايلويد بروتين، والثيكنس زيد الثيكنس هم بسبب الامايلويد بروتين. اي محمد سألني ايش ردت؟ دكتور واضح يسيدك، بس دكتور يعني هنا في الحالة ما راح اعالجك هارت فيلر، اعالج السبب الرئيسي مو هيك دكتور؟ منين هنا نعالجهم محمد؟ منين هنا نعالجهم؟ بس السبب الرئيسي اللي وصلنا لهي المشكله هو الكدني بروبلم او الرينال بروبلم، فاني انطي اولويه للرينال بروبلم. وانت شوف محمد، انت اذا ما تعالج الهارت راح عندك تو سيستم انفولد، يعني انت لازم تعالج الهارت وتعالج الكدني، بس الاولويه مالتك للكدني. الهارت ليش تعالجه؟ على مود تسرع من انه يرجع نورمال. انت تحاول ترجع نورمال بايش؟ خلينا نقول بالمانجمنت مال الرينال سيستم او الرينال امبيرمنت. بس العلاجات اللي انطيت اياها للهارت، هذه العلاجات هي تسرع رجوعها للنورمال، يعني المايوكارديوم يسرع رجوعها للنورمال. أقول لك شغلة راحت من بالي. كمل كمل شردت والله محمد. هاي دكتور واعي سيدك واضحة. على شرط يا محمد، على شرط احنا من نستخدم العلاجات بالمريض برينال امبيرمنت وتستخدم العلاجات للهارت، لازم العلاجات مالتنا نستنقيها ب
او ننتقيها انتقاء كلش عالي، لانه ما يصير اي واحد من العلاجات اللي نعطيه هي تاثر على الكدني. اي علاج ياثر على الكدني ما نريده، واي علاج للسكريشن مالته بالكدني ما نريده. فهمتني محمد؟ يعني نعم دكتور واضح. اعيد لك الهاي المشكله مال مستر جونز اللي احنا حكينا عليه قبل شويه، اللي هي شنو؟ الديجوكسين سوى لنا المشكله كلها، انت شفت. وهذا الطبيب يجي من اللي قاعد بالليل قلبه ده يخربط وصاير اتريال فيبريليشن، هو رجل انطى ديجوكسين على مود يعدل اموره، بس اموره ساعت ما تعدلت، وصلنا للديجوكسين توكسيسيتي. فهمتني محمد؟ نعم دكتور واضح اشتريك. شكرا هلا دكتور. هلا، شكرا لكم، نلتقي بال11 ان شاء الله. العفو دكتور، بس يعني اي نعم. بهيك حالة يعني شنو افضل بديل للديجوكسين؟ اكو بدلاء قيامه للديجوكسين. ابسط شيء البيتا بلوكرز، هم لازم تستنقي يا بيتا بلوكر، ممكن تستخدمها وما تاثر على الكدني. كلش شكرا هوايه، دكتور. كلش اكو هوايه بدائل باقر. اذن شلون تعرف من باقر؟ تعرف من بعدين من تبدي داوم كلينيكال تعرف من بني. هسه بالثيوري وحده لا تسمع بس حكي، بس هناك بالكلينيكال راح تشوف بعينك وتسمع، وان شاء الله تشوفهم بسيطات، يعني لا مو على بالك شيء صعب. اكو حد عنده سؤال؟ لو نطلع ونرجع بالدعش. والله شكرا جزيلا لكم.